رؤية عامة، حلمت إيه؟ بطيور بيضاء كثيرة في السماء، كل طير يحمل أعلام البلاد العربية خصوصا فلسطين بالألف بس. يعني إيه؟ السعودية كانت طير واحد. يعني إيه؟ يعني قصدك كل الأعلام كانت بالألاف يعني، والسعودية كانت طير واحد، صح؟ هي نصرة، هي عامة نصرة، نصرة نصرة وكبيرة جدا 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 للدول العربية كاملة. والحمام الأبيض هنا حمام السلام، السلم والسلام، السلم هيعم على الدول العربية. دي رؤية مبشرة، رؤية عامة ليك يا نيفرتيتي، جميلة جدا جدا. نيفرتيتي جايبة لكم رؤية عامة يا جماعة، هقراها لكم تاني. حلمت بطيور بيضاء كثيرة في السماء، كل طير يحمل أعلام البلاد العربية وخصوصا فلسطين بالالاف بس، السعوديه كانت طير واحد. انا قلت لكم ما شاء الله ما شاء الله ان الدول العربيه احوالها هتتبدل، في علو قدر، اقتصاد هيعلى، اقتصاد هيعلى جدا جدا، في تمييز هيحصل ما بين الدول العربيه والدول الاوروبيه، هيحاولوا ان هم يشاركوا دول عربيه كتيره جدا جدا. الشأن هيعلى، الاستقرار هيعم إن شاء الله رب العالمين، والله أعلى وأعلم. وزي ما قلت لكم قبل كده إن عندكم فلسطين الدنيا هتبقى فيها زيها زي السعودية في الحج، والهيئة بتاعت البشرية المسلمين أما بيجتمعوا في السعودية للعمرة وكده، هيبقى هناك في فلسطين هتبقى الأرض مكتظة إن شاء الله رب العالمين بالعرب إن شاء الله إن شاء الله. يا رب خيرها عاجلا غير آجلا.